بكثير من الحقائق المؤلمة والراهن المتعثر لصناعة المحلية، وجه الرئيس الجزائري الحاضرين في ندوة الإنعاش الصناعي حين أقر بوجود تجميد متعمد بخلفيات سياسوية لعرقلة دخول الصناعة المحلية عهدها الجديد. في يعني بالتقريب مصانع جاهزة بالتقريب وقادرة تخلق 75,000 منصب شغل. 75,000 منصب شغل، وريني دولة متقدمة اللي قادرة تخلق 75,000 منصب شغل في ظرف قصير مثل هذا. يعني ما ناش باغي نشغلوا الناس، باغي نخلي الناس في الغضب، باغي نخلي الناس حذاري حذاري حذاري. ربما ما أمور ما تقاسش، يقول لك الرئيس راه يهبط الجزئيات. أنا جزئيات تهمني، لأن يهمني المواطن البسيط. رئيس تبون لم يتوقف هنا، بل امتد لوصف مبررات عرقلة بعض المشاريع الصناعية بالجريمة في حق الاقتصاد بعد مرحلة ما أسمه التصنيع المزيف ونفخ العجلات والتركيب عوض التصنيع. في بعض الأحيان كل شيء واجد إلا السيد اللي يعطي رخصة بداية الإنتاج قال نشوف وما زال ورجع غدوة ورجع بعد غدوة ورجع كذا. يعني هذه كلها علامات انحطاط 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 رهيب ما يخص تصرف الاقتصاد نتاعنا. ملايير دولارات صرفت في مصانع، في اخر يجي ان بيروقراط قال رخصه نعطيها لك، روح الشهر الجاي نعطيك الرخصه. يعني فهم روحك ادفع. كل شيء ماشي بالرشوه، حرام منكر، هذه مناكر. في مقابل هذه الاعترافات، الرئيس الجزائري أكد أن الوضع الحالي للصناعة المحلية يستدعي تحركا عاجلا لتصويبه بالقضاء على ما أسماه مخلفات الفساد وهدر المال العام. الرئيس تبون بشر الجزائريين بدخول الصناعة المحلية عهدا جديدا بنهاية الشهر الجاري بالإفراج عن حزمة من المشاريع الصناعية ورفع القيود عن مئات الملفات تخص مصانع جاهزة بقيت دون تشغيل لأسباب بيروقراطية.